أشنو اللي يخلي الواحد يبدل دينه؟ هاد السؤال سمعته مرة ومرات بكلام آخر كيقولوا ما فهمناش أشنو اللي ممكن يخلي المسلم يخرج من الإسلام ويدخل المسيحية. أولاً ما فهمتش المعنى ديال يدخل ويخرج. بالنسبة لي الدين هو اقتناع فكري، ماشي بلاصة كيدخل ليها الواحد ويخرج منها، ما عدا إذا كان الدين هو حبس. وهنا لا متفق، لحقاش الدين بغض النظر على أش من دين كنتكلم هنايا هو في الحقيقة حبس. كيحبس المعتنق ديالو في أفكار محددة، كيخليه يتكبر على ذاك الشيء، كيولي هاد المتدين كيحكم على غيره بحال الله هو اللي خلقهم وهو اللي لازم يربيهم ويرجعهم للطريق. الدين اقتناع مرتبط بضمير الإنسان، ولهذا في الغرب لما يجيوا يتكلموا على حرية الدين ما كيسميوهاش حرية الدين، ولكن كيسميوها حرية الضمير، لأن هذه الحرية ما مقتصراش على المتدينين بالأديان المعروفة عالميا، إنما كتشمل أيضا دوك اللي عندهم قناعتهم الخاصة، بحال اللي هم لا دينيين واللي هم لا أدريين واللي هم ملحدين واللي ما عندهم حتى دين وزيد وزيد. ما جاوبتينيش، أشنو الشي اللي يخلي الواحد يغير دينه؟ كاينين بزاف ديال الأسباب على تعدد الحالات، لأنه كل واحد منا عنده قصته الخاصة اللي جعلاته يقتنع. كثير من المسلمين حيت ما كيقدروش يفهموا أو يتقبلوا هاد الفكرة كيديروا بحال النعامة، كيحطوا ريوسهم في الرملة ويقولوا هاد الشي ماشي حقيقة، هادو ضعاف الإيمان وبسبب قلة اليد والزمان الصعيب باعوا دينهم. السؤال، واش كاع هاد الناس اللي ولاو مسيحيين باعوا دينهم؟ واش ما يمكنناش نلقاو في هاد الأعداد الكبيرة ولو واحد آمن عن اقتناع؟ جلست وباقي كنجلس مع خوتي المؤمنين بالسيد المسيح، وحتى واحد منهم ما كان يقول لي باللي أنا مسيحي حيت عطاوني، لكن كلهم كيقولوا لي أنا مسيحي حيت الله عطاني. أشنو عطاك الله؟ الله عطاني الهوى والحياة، عطاني عائلة وعطاني أهل وأحباب، عطاني أصدقاء. هدا هدا هدا، وعلى هاد الأمور ما كانوش في الدين؟ أنا مسلم وعندي الهوى والعائلة والحباب والصحاب. أخويا مالك زربان وكترطب حال الحوتة، همد شوية أنا غادي نشرح لك الفرق. هاد الأمور كانوا عندي، ولكن عمرني ما فكرت باللي هاد الأمور هي من عند الله. واش أنت اليوم كتفكر في هاد الأمور؟ واش كتشكر الله عليها يوميا؟ أما ما أعطاني الله فباقي ما كملتش، الليستة طويلة. أنا ما كنتش نعرف باللي الله قدوس، وما كنتش نفهم المعنى ديال القداسة، وممكن حتى أنت كيبان لك بحال كنهضر بلغة أخرى. القداسة معناها الصفاء والنقاء، فكر نقي، قلب نقي، روح نقية. الله النقي كيفاش غادي يقبلني بوسخي؟ أنا ما كنهضرش على الوسخ اللي كنخرجوه في الحمام، أنا كنتكلم على أفكاري المسخة. لما كنت مع صحابي كنخونوا المشماش ديال جارنا، أو لما كنا نضحكوا على ولد الجارديني اللي كان مسكين عنده إعاقة وحنا كنستهزئوا منه، أو لما عيوننا كانوا كيزيغوا مورا البنات، أو لما كنا كنتفوهوا بكلام خايب. هاد الأمور غير شقاوة شبابية، يعني ما كتحسبش. هكذا كنت نفهم، وهكذا كنت نحيد الجدية ديال هاد الأمور، ووليت مستهتر في بزاف ديال الحوايج، وما حدي كان كبر كيكبر الوسخ ديالي. الصلاة ما قداش تغير السلوك ديالي، ولا الصوم والعبادة. إذا شنا هو الحل؟ الله قدوس ونقي، ولكن بنادم كيف ما كان هو مسخ من الداخل، ما يمكنش يدخل فين كاين الله. الدين كيزيد من المشكلة، لحقاش كيعمي لي عيني على وسخي، وكان كيعطيني إحساس أني أنا مزيان وما كاين حتى شي حاجة خايبة فيا، أنا ما منيش. الله شديد العقاب وأنا شديد العصيان والتمرد، كيفاش ننجا؟ في المسيح لقيت إله شديد العقاب، إيه، لكن شديد الحب للإنسان. إله كيقول لي أنا كنحبك كيف ما أنت، أنا كنقبلك كيف ما أنت، وسخك أنا غادي نمحيه، وعارك أنا غادي نلبسه، وأنت أجل عندي كيف ما أنت وخليني أنا غادي نغيرك. وفعلا لما آمنت به وتبعته ولا التغيير في الداخل ديالي، وأفكاري ولات جديدة، وحياتي تغيرت.